قبل ما كملش المداخله ديالي ما خلانيش زمزا ما يكمل المداخله ديالي، حيت غادي نرجعوا هنا نحاول نزكي الهضره اللي قال الاخ الاستاذ السودي والاستاذ الزقطه. الرئيس السابق اللي هو محرج ديالي في الاتفاقيه كان واحد التقرير ديالو شنو كان كيقول؟ قال لي وبخصوص مساهمه الجماعه، وبخصوص مساهمه الجماعه فستساهم ببقع ارضيه في ملكيتها لاعاده اسكان ال دور الصافي، تتواجد هذه الاوعيه العقاريه بدور الصافي بدوار بالمكي ودوار بالناصر بالاضافه الى اراضي شمونات تم نزع ملكيتها من طرف المجلس الموقر لنفس الغرض، وهي اراضي دوار الصحراء سابقا وسبع هكتارات تتواجد على شارع الحسن التالي اللي هي مشروع الانطلاق اللي كان موعد بها الساكنه ديال دوار الصحراء، ولا يمكن استعمالها يعني هذه الاوعيه العقاريه الا لهذه الغايه، يعني لاعاده اسكان قاطن لدور الصافي. لحقاش الجماعه ملي بغات تاخذ نزع الملكيه من اجل المنفعه العامه، السند القانوني اللي بنوا عليه هو انهم غياخذوا هذه الارض هذه مقابل من اجل المنفعه العامه لاعاده اسكان قاطن لدور الصافي عليها. الرئيس التقرير ديال الرئيس الشتاني في الدورة ديال 7 أكتوبر 2020 ما كنقولش شي حاجة من عندي، ما كنقولش حاجة ديال هذا المجلس، نسكنوا عليه الموجة على على حيت السند القانوني اللي بنوا عليه على باش ياخذوا نزع الملكية هو أنهم ياخذوا من أجل المنفعة العامة لإعادة إيواء الإسكان قاطني دور الصافي، في حين حنا كنشوفوا الجماعة خدات الأراضي بنزع الملكية فوجاتها ب 10 دراهم للمتر المربع الواحد الاملاك المخزنيه، ودابا بالله عليك 10 دراهم ما كاملاش 7 دراهم 7 جوج دراهم دابا ولات هادشي كيحس بنفسنا حنا كاع عندنا دبراك زدنا في البراكه وكبرنا في البراكه وعمرنا 50 عام في هذه البراكه وعانينا، كاينين ناس مساكن اللي خلصوا مليون ولا مليون ونص ولا 5000 درهم وما شافوه ما حلموش بقى ما حلموش بها، ماتوا على الفقصه ولا الحسره، شكون اللي يعوض هاد الولاد ديالهم؟ شكون اللي يعوض على الارامل اللي خلاهم؟ وما ننساوش عجاله بعجاله وما ننساوش ان كاين هناك واحد الفئه اللي حتى هي مقصيه مده ديال 15 سنه هي ساكنه الدوار الصحراوي سابقا التي لم تستفد من برنامج إعادة الإسكان، حيث تم تهميشها وإقصاؤها الذي كان ممنهج، ولحد الساعة لا زالت هي أيضا متشبثة في حقها من السكن اللائق كباقي المستفيدين من عملية إعادة الإسكان، وهذه الفئة من المواطنين منذ سنة 2007 وهي تكتوي كل يوم بمصاريف الكراء وتدبير قوتها اليومي رغم الدخل المحدود، فالمرجو من السيد عامل عملة صغيرة تمارا بأن ينظر لهم وينصفهم من براءة التشرد الذي طالهم منذ أكثر من 15 سنة ويسترد لهم حقهم المهضوم ويمنحهم سكن لائق يستردون من خلاله حقهم في العيش الكريم. وبالنسبه لإعادة الإسكان قاطني دور الصافي فاش غتجي دابا مثلا انت وغادي تسيفطو من السخيرات، راه ما يمكنش تسيفطو السخيرات، لا جينا نشوفو السخيرات الشقة بشحال كتقام تما السخيرات، الشقة كاع مبنية كلشي غدير تسعية غتقام 60,000 درهم اللي هي 6 مليون، هذا منعش عقاري حاسبة لهم ب 20 مليون، ودابا تخيل معايا 20,000 سكن 20,000 شقة ب 6 مليون غتقام خلونا حبس الخاطراس 20,000 شقه بثمن 6 مليون غتقام 120 مليار، في حيث ان ذاك المنعش العقاري غتشطيه 280 مليون حيت 280 مليار، حنا بغينا نعرفوا شكون هاد الناس هادو اللي كيتاجروا في هاد البؤساء وهاد الدراويش مع المنعش العقاري. وشكرا.